نبارك للدولة برضو ونقول للدولة مليون مبروك على الحاجات اللي هي بتعملها، وخاصة زي ما حضراتكم شايفين الصورة البرلمان الجديد. وكمان أهم حاجة إن هو في العاصمة الإدارية زي ما انتم شايفين في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، قاعة دائرية تسع 1000 عضو من أعضاء البرلمان، تحفة معمارية بأيادي مصرية، كل ما تم استخدامه الكلام المكتوب يعني، كل ما تم استخدامه في بناء هذا البرلمان كله مصري، كله مصري، بيساع 3200 موظف. شايفين التحفة المعمارية اللي انتوا شايفينها دي؟ تحفة معمارية بأيادي مصرية ومستلزمات مصرية كمان، الخامات كلها اللي اتبنى بها هذا البرلمان مصرية. اللي بتمناه أنا ليه، طبعا في حاجات كتيرة جدا اتعملت واتبنت، لكن جبت البرلمان بالذات لأنه المفروض أن البرلمان هدفه الأساسي هو بناء الإنسان المصري من سن القوانين والدستور وكمان البرلمان من أهدافه الأساسية محاربة ومساءلة المسؤولين عن فسادهم، مثلا عن فشلهم في أماكن قيادتهم. فبالتالي أنا جبت البرلمان بالذات، أتمنى بيقولوا بيساع لألف عضو من أعضاء البرلمان، إحنا ما عندناش 1000. فيا ترى الأعضاء اللي بيمثلوا الشعب المصري في البرلمان فعلا هينتقلوا من المكان القديم، المكان القديم أثري، لكن هينتقلوا من المكان القديم للمكان الجديد بعقلية جديدة، بفكر جديد، بحماس جديد لخدمة الشعب المصري، لخدمة الشعب المصري ومصالحه، وفعلا مساءلة المسؤولين الفاشلين في إدارتهم لأماكنهم، ومساءلة الفاشلين عن فسادهم. اوعوا تقولوا لي ان كل الوزارات وكل المسؤولين اللي في الدولة ما فيهمش فاسدين، ما فيهمش مسؤولين ما بيقوموش بدورهم لخدمة الشعب المصري. وبالتالي ده دور أعضاء البرلمان انهم يسألوهم ويطالبوا بمحاسبتهم. يا ترى يا أعضاء برلماننا المصري فعلا هتعملوا بعقل جديد وبقلب جديد ووعي جديد لخدمة الشعب المصري؟ الشعب المصري لما اختاركم اختاركم عشان تنفذوا أحلامهم وتحققوا أحلامهم في سن القوانين وفي كل شيء. يا ريت كل مسؤول أو كل عضو برلمان يسأل نفسه، أنا فعلا أستحق هذا المكان؟ أنا فعلا بأدي دوري لخدمة الشعب المصري اللي هو وكلني نيابة عنه، اللي هو انتخبني عشان أحقق له أحلامه؟ أنت فعلا يا عضو البرلمان بتعمل كده؟ أتمنى لو فيهم حد، طبعا أكيد فيهم كتير قوي ما بيقومش بدوره اللي المفروض يقوم بيه، يحاسب نفسه ولما ينقل مكانه يبتدي خطوة جديدة، ما يرجعش لماضيه بتاع الكنبة اللي هو ما بيخدمش الشعب يعني. ده قصدي.